اول محاضرة عندنا في اللحام هتبقى الفيوشن ويلدنج، وهنبدأ نشرح السلايدز الخاصة بالفيوشن ويلدنج. اول سلايد بيقول يتكلم عن ديفينيشن ايه هو الفيوشن ويلدنج. بيقول جروب اوف بروسيسز ذات بوند ميتال توجذر باي هيتنج a portion of each piece above the melting point and causing them to flow together. يبقى الأجزاء المراد لحمها بتتصهر أجزاء منها علشان إيه يحصل فلو أو تدفق للأجزاء اللي اتصهرت مع بعضيها. وفي العادة بنحتاج لمعدن حشو علشان يملى الجاب اللي بين الأجزاء اللي هت إيه المراد لحمها. العملية الانصهار دي لها ثلاث متطلبات. اول حاجة ان انا محتاج لهيت لحرارة. الحاجة التانية ان انا محتاج اعزل منطقة اللحام عن المحيط الجوي المحيط، ده بيسموه شيلدنج علشان العملية الاكسيديشن ما تحصلش للمنطقة اللي بينصهر فيها المعدن اللحام. ثالث حاجة ان انا محتاج طبيعي لمعدن حاشو علشان الجاب بين الجزئين يتملي. السلايد اللي بعديها بتتكلم عن اساسيات عمليات الفيوشن ويلدنج. اول حاجة من الاساسيات دي ان عملية اللحام والقطع بتحتاج لان انا اشغل العينين كويس مع حركة الايد، وطبعا لازم يبقى فيه ايه العقل اللي بيحرك سواء العين او الايه او حركة الايه الايد. الحاجة التانية ان انا لازم ابقى مركز في العملية عملية اللحام. ثالث شيء لازم ابقى شايف وفاهم نشاط المعدن المنصهر والعملية بتتقدم. الرابع حاجة ان انا مفروض يبقى فيه ان انا ابقى فاهم العملية اللي بتتعمل دي والاجهزة او المعدات اللي انا بايه بستخدمها ابقى عارف استخدمها كويس. وطبعا يبقى عندي فهم جيد لعمق العملية. السادس ان انا ابقى عندي القدرة ان انا احدد الوقت والمكان اللي فيهم هعمل ابليكيشن للهيت والفيلر متر، امتى وفين ووقت قد ايه نعمل ابليكيشن للايه للهيت المطلوبة لعملية اللحام والفيلر متر المطلوب. السابع ان وضع الجسم بتاع اللي بيلحم نفسه لازم يبقى في مكان كويس، يبقى قادر انه شايف منطقة اللحام، منطقة اللحام المنطقة اللي اتصهرت اللي بيسموها البادل، يبقى شايفها من اليمين والشمال ومن قدام ومن ايه ومن ورا، يبقى وضعه لازم يسمح له انه يبقى شايف منطقة اللحام. تامن حاجة مطلوبة انه يبقى عارف اصلا العملية لما اللحام دي تمت ان فيه كواليتي وفيه ستاندردز لقبول عملية اللحام دي، لازم يبقى هو اوير بالكواليتي والستاندردز الخاصة باللحام علشان يبقى عارف في النهاية انه عمل العملية صح. الحاجة التاسعة انه بعد ما عمل عملية اللحام مفروض بيفحصها. ايه طرق الفحص؟ طرق فحص
بالعين طرق فحص باستخدام البيجمنتس والدايز، طرق فحص باستخدام الاكس رايز ولا اي طريقه، يبقى هو مفروض يبقى عارف ازاي يفحص الوصله اللحام اللي هو عمل. الحاجه العاشره طبعا لازم يبقى عنده معرفه بالطباع اللي تبعده عن مخاطر اللي بتحدث اثناء عمليه اللحام. لازم يبقى عنده knowledge بالسيفتي هابتس. السلايد اللي بعديها بتتكلم عن درجات حراره الانصهار بتاعت المعادن المختلفه، لان انا برفع درجه الحراره عشان تنصهر معدن اللي انا عايز الحمه، فمدي تيبل بتوضح درجه الحراره الانصهار بالفهرنهايت. احنا متعودين ان احنا نتكلم درجه حراره بالسنتيجريد. طبعا اللي بيربط بينهم ان انا درجه انصهار 32 درجه فهرنهايت بتقابل 0 ديجري سنتيجريد، و 212 هم اللي فهرنهايت بيقابلوا 100 سنتيجريد. فلما نحول من الفهرنهايت للديجري سنتيجريد يبقى هنطرح من فهرنهايت 32 ونقسم على 1.8، بعد ما نطرح ال 32 يطلع لنا درجه الانصهار بالديجري سنتيجريد، واحنا ما بنحفظش طبعا ارقام. السلايد اللي بعديها بتتكلم عن الفيوشن ويلدنج هيت كونتنت. بالنسبه للسورس اوف هيت هجد ان عمليات اللحام هتجد تتغير يتغير فيها السورس اوف هيت من طريقه لاخرى. فانا عندي هنا فيه اربع طرق مذكورين، الاس ام اي دبليو اختصار لشيلد ميتال ارك ويلدنج، ويبقى هنا مصدر الحراره هو الالكتريك ارك. الطريقه الثانيه جي ام اي دبليو، ده اختصار لجاس ميتال ارك ويلدنج، وبرضو مصدر الحراره هو الالكتريك ارك. الطريقه الثالثه جاس تنجستن ارك ويلدنج، وبرضو مصدر الحراره هنا الايه الالكتريك ارك. الطريقه الرابعه او اف دبليو، وده اختصار لاكسجين فيول ويلدنج، وطبعا مصدر الحراره هنا احتراق الفيول طبعا بمساعده الاكسجين. وكلنا بنشوف الحاجه دي عند الراجل اللي بيصلح شكمانات، بيبقى عنده اسطوانتين، واحده اكسجين وواحده استيلين، وفيه تورش كده ده اللي بيمسكه في ايده اثناء عمليه اللحام. هنشوف السلايد اللي بعديها. احنا عموما هنتكلم بصفه عامه عن فيوشن ويلدنج، وبعدين هنركز بعد كده على الشيلد ميتال ارك ويلدنج والاكسجين فيول ويلدنج، يعني الطريقه الاولى والطريقه الايه الرابعه. السلايد الحاليه الفيوشن ويلدنج وعمليه الشيلدنج فيها ازاي بنعزل منطقه اللحام عن الاتموسفيريك انفايرمنت. فاحنا في الحاله بتاعتنا هنا لو الاتموسفيريك اير سمح ليه ان يختلط بالمولتن ميتال دورينج فيوشن، فان الكواليتي بتاعت اللحام بتبقى ريديوز، ما بتبقاش الكواليتي كويسه، لان ده طبعا فيه اكاسيد اتكونت، والاكاسيد كلنا عارفين
انها السترينس بتاعتها ضعيفه. وطريقه الشيلدنج بتختلف من بروسس لاخرى. ففي الشيلدد ميتال ارك ويلدنج انا عندي بيبقى فيه الالكترود سلكه اللحام اللي بنشوفها عند الجماعه الحدادين، بيبقوا هم بيلحموا دول بيلحموا في الغالب باستخدام شيلدد ميتال ارك ويلدنج، بيبقى في ترانز لحام، والبنسه اللي هو شايلها في ايده فيها سلكه اللحام. سلكه اللحام ده سلك معدني له قطر معين بيختاره على حسب الحاجه، والسلكه دي مغطاه بطبقه، الطبقه دي بتنصهر اثناء اللحام وبتتكون غازات. فالغازات اللي على منطقه اللحام ده غاز خامل. ده بينتج من انصهار الفلكس اللي كان موجود على سلك اللحام ده في شيلدد ميتال ارك ويلدنج. وبالتالي الغاز الخامل ده الانرت جاز ده هو اللي بيعمل لي شيلدنج اثناء اللحام. بالنسبه للجاز ميتال ارك ويلدنج والجاز تنجستن ارك ويلدنج، رغم ان احنا مش هنتعرض لهم بعدين، لكن بنقول بالنسبه للجاز ميتال ارك ويلدنج ان الانرت جاز ده بيجي من الاسطوانه، في اسطوانه مع المكنه اللي بتلحم بيطلع منها الانرت جاز، وفي الغالب في الحاله دي بيبقى سي او 2، في الغالب في الحاله دي CO2 ثاني اكسيد الكربون. اما في حاله الجاز تنجستن ارك ويلدنج برضه بيجي الانرت جاز من اسطوانه، بس في الغالب في الحاله دي بيبقى الانرت جاز في حاله الجاز تنجستن ارك ويلدنج ارجون، يبقى الغاز الخامل هنا يبقى ايه؟ ارجون. تمام. بالنسبه للاوكسي فيول ويلدنج، انا عندي جاز ايه؟ جاز فليم، وهنشوف مكوناته لما نتعرض للاوكسي فيول ويلدنج، هنجد ان فيه كام منطقه وفي منطقه تانية بتتحد مع الاكسجين الجوي عشان تكمل التفاعل بتاع الفيول، فبالتالي بتبقى هي زي بتعمل زي حمايه. نشوف السلايد اللي بعديها. فيوشن ويلدنج فيلر ماتيريال، بيقول هنا فيلر ماتيريال از نوت بروفايدد ديورينج فيوشن ويلدنج بروسيس ذا جوينت مي بي ستارفد اوف ميتال. شايف الشكل اللي فوق ده انا عندي فيه جزئين عايزين يتلحموا، اللي هو الجزء اللي على اليمين والجزء اللي على الشمال، والجزء اللي في النص ده بقى الويلد ميتال. السطح من فوق بتاع الويلد ميتال منخفض عن السطح العلوي للجزئين، فهنا بنقول الجوينت دي ستارفد يعني ناقصه لحام. لهذا السبب طبعا الوصلة دي بتبقى ضعيفه، السترينث في هذه الحاله تبقى ضعيفه، ويبقى لازم ان احنا نعمل عمليه رينفورسمنج للجوينت. بتحصل رينفورسمنت للجوينت لان المنطقه اللحام دي تبقى مرتفعه بعض الشيء عن السطح العلوي يمين وشمال، ويبقى ده بنسميها رينفورسد جوينت. طبعا في كثير من الاحيان بنحتاج نشيل الطبقه دي بعد اللحام، وساعات بنسيبها موجودة اللي هي الريينفورسمنت. طيب الفيوشن ويلدنج فيلر ماتيريال، الفيلر ماتيريال في الحالات بتاعتنا بالنسبة للشيلدنج ميتال ارك ويلدنج ده بيبقى فيه قلنا الكترود، والالكترود ده بيسموه كونسيومبل الكترود لانه هو بينصهر، يبقى الالكترود بيحصل له ايه؟
استهلاك، ولما يخلص بنجيب الالكترود تاني وهكذا. فيبقى في شيلدد ميتال ارك ويلدنج السورس اوف فيلر ميتال او فيلر ماتيريال هو الكونسيومابل الكترون. في الحالتين اللي مش هنتعرض ليهم برضو بالجاز ميتال ارك ويلدنج بيبقى فيه ويلدنج واير، وبالغالب بيبقى ملفوف على باكره، لان بنظبط سرعه خروجه من الايه من المكنه على حسب ما احنا عايزين. والجستن جستن ارك ويلدنج بيبقى فيه رود بيحصل له ابلكيشن مانوال، يعني العامل ماسك التورش بايده اليمين والرد اللي هيعمل به فيلر في الايد الايه الشمال، وده بيحصل له ايه يبقى فيدنج مانوال. اما وفي حاله الاوكسي فيول ويلدنج ايضا بيبقى مانوال رد، يعني ماسك الرد برضو في ايده الشمال تورش في ايده اليمين وبيعمل فيدنج للفيلر ميتال على حسب الحاجة. نشوف بقى الكواليتي بتاعت الويلد بتتحدد بايه. بيقول هنا في خمسة فاكتورز، خمس عوامل هتحدد الكواليتي بتاعت الويلد. اول حاجة منهم الهيت، يبقى كمية الحرارة اللي انا بديها لمنطقة اللحام، الزاوية اللي ماسك بيها الفيلر ميتال وانا بلحم وانا بتحرك، عملية الحركة نفسها هتتأثر، المسافة بين المقدمة وانا بلحم، وهنعرف الديستانس دي في كل طريقة هي ايه بالظبط، والسرعة، يعني المسافة مثلا في حالة الشيلدد ميتال ارك ويلدنج طرف الويلدنج الكترود اللي ناحية الشغلة اللي عند الويلد بادل عند بركة اللحام بينه وبين سطح البركة العلوي اللي هي منطقه اللي هي تتكون فيها القوس الكهربائي، هي دي المسافه اللي بتهمنا. بالنسبه للاوكسي فيول ويلدنج انا عندنا فيه ثلاث مناطق هيبقوا موجودين، منهم منطقه اسمها الانر كون وهنشوفه بعدين. المسافه بين مقدمه الانر كون وسطح الشغله اللي احنا بنلحمها هو ده اللي بيهمنا، ودي هي دي المسافه اللي بتهمنا. طيب بالنسبة للهيت أو الحرارة اللي أنا محتاجها أثناء اللحام، إحنا عندنا لازم نفرق بين الهيت والتمبريتشر، لأن ده حاجة ودي حاجة تانية. طبعا لما بدي هيت لأي جزء درجة الحرارة بتاعته بترتفع، لو الجزء كبير درجة الحرارة السايز بتاعه كبير درجة الحرارة هترتفع اقل من لو الجزء ده الساز بتاعه هو ايه اصغر. طيب الهيت هنا ممكن نعبر عنها او نقيسها بالبريتش ثيرمال يونتس، او ممكن تقيسها باي وحدات تانية، خلاص مش مشكلة هنقيسها بالثيرمال بريتش ثيرمال يونت. اما درجة الحرارة ممكن زي ما كنا بنتكلم بنقول ديجري في فهرنهايت، وممكن برضو ديجري سنتيجريد، تمام. اما درجة الحرارة بقى بيقول لي ده مقياس ميجر اوف ذا انتنسيتي اوف هيت، لان انا قلت كمية هيت على حسب كمية الهيت دي متركزة في سايز قد ايه. لو السايز اللي متركزة فيه كمية الهيت دي سايز صغير يبقى درجة الحرارة ترتفع اكتر، لو السايز كبير يبقى درجة الحرارة هتبقى الناتجة هتبقى من هذه الحرارة تكون اقل. في عملية الفيوشن ويلدنج الـ amount of heat must be sufficient to raise the temperature of the metal above the melting point، واضح طبعا لازم ان انا كمية الحرارة
تبقى كافية ان ترفع درجة الحرارة فوق درجة حرارة الانصهار. وطبعا عشان ترفعها فوق درجة حرارة الانصهار يبقى كلنا عارفين كل معدن له درجة انصهار معينة، والوصلة اللي بلحمها لها سمك معين ولها ويلدنج بوزيشن معين زي ما هنعرف الويلدنج بوزيشنز بتعني ايه. فبالتالي على حسب السمك وعلى حسب الويلدنج بوزيشن هبقى انا عارف الاماونت اوف هيت الريكواير. السلايد اللي بعديها ازاي نعمل كنترولنج للويلدنج هيت. فيه ست طرق لعمليه الكنترولنج للويلدنج هيت. اول طريقه بالايكوبمنت سايز، يعني انا المكنه اللحام بتاعتي هتديني كام امبير، في مكان صغير في مكان كبير. الحاجة التانية الماكينات بتسمح ان انا اظبط التيار الخارج، وبالتالي عايز هيت اكتر هدي تيار اكبر، عايز هيت اقل هدي تيار ايه اقل. هو ده الايكوبمنت سيتنج، يعني انا بظبط الايه المكنة بتاعتي. الحاجة التالتة المسافة بقى من الهيت سورس للورك. هنا الرسم هنا بيبين هنا الالكترود اهو، ومن نهاية الالكترود للسطح هي دي المسافة اللي ايه اللي بتهمنا. فالمسافة دي لو زادت خالص مفيش ارك، لو زدت نقصت خالص لحد ما الالكترود بقى على سطح المادة اللي المراد لحامها والمعدن المراد لحامها هيحصل التصاق، وبالتالي الجاب بقى زيرو ومفيش ارك اطلاقا ومفيش هيت اطلاقا. يبقى في اوبتيمم ديستانس اللي عندها بيدينا افضل ارك ممكن. الرابع حاجة عملية حركة بقى الهيت سورس، الحركة السليمة هي اللي هتدينا الكواليتي المظبوطة. هنا ما على اليمين كده مدينا نوعين من الحركات دواير، وبيتقدم مع رسم الدواير. هنا اللي تحتيها مثلثات، وكل ما بيعمل مثلث تاني متقدم شوية لليمين وهكذا، وهو بيتقدم في عملية اللحام. يبقى عملية الحركة وظبطها هتؤثر على الكواليتي الخاصة باللحام. طيب الخامس الهيت سورس انجل. الهيت سورس انجل شايفين هنا عندنا فيه بلحم اهو على كان في الكورنر، فالفيلر ميتال عامل لي 45 درجة مع الجانب الرأسي او 45 درجة مع الجانب الافقي. طيب لو على السطح وبنى بسحب الالكترود بيبقى الزاوية من 5 لـ10 درجة زي ما واضح في النص، الرسمة اللي في النص. لو انا بتحرك من اليمين للشمال يعني بعمل عملية بوشنج الالكترود برضو الزاوية من 5 لـ10 درجة. سادس حاجة بقى انا بتحرك بسرعة قد ايه، لازم الاوبتيمم في اوبتيمم سبيد اتحرك بيها عشان الكواليتي تطلع كويسه. السلايد اللي بعديها شايف الديستانس هنا بانت اهي. لو هنا الالكترود هو ده الالكترود وده الويلدمنت اللي ناتج، المسافه بين طرف الالكترود السفلي والولد نهايه الولد ميتال هي هو ده اللي الارك لينث، وهي دي الديستانس اللي بت ايه اللي بتهمنا. وقلنا ده في حاله لو شيلد ميتال ارك. لو حس في حاله الاوكسي فيول ويلدنج دي يبقى في عند الانر كون طرف الانر كون المسافه بينه وبين الشغله هي دي المسافه اللي بتهمنا، ودول الحالتين اللي احنا هنتعامل ليهم. مفيش داعي للايه نتكلم عن الحالتين التانيين.
طبعا لو المسافة دي ما كانتش مظبوطة يبقى عملية الجوينينج ما تبقاش ايه سليم. طيب نشوف الانجل في مستويين، ده اللي على الشمال ده الويلدنج الكترود، ده وده الافق، ده السطحين المراد لحمهم في المستوى العمود على السطحين. الويلدنج الكترود محوره موجود في هذا المستوى. لما نيجي في الايه في 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 نشوف سايد فيو للويلدنج الكترود مع الاجزاء المراد لحمها، هنجد شايف ده اللي بيسموها الترافل انجل، يعني هو بيسحب الالكترود من الشمال لليمين، فالزاويه واضح انها ايه منفرجه. يبقى دول الزاويتين المطلوبين، واحده قايمه والتانية ايه منفرجه، عشان ايه يبقى ماشي بالزاويه الايه المظبوطه. وطبعا كل نوع من انواع اللحام بيبقى ليه الزاويه اللي الخاصه بيه. طيب السرعه بقى سبيد، الايديال ترافل سبيد بتختلف لكل عمليه لحام وكل ويلدنج بوزيشن وكل ويلدنج بروسيس. طبعا الاوبريتور هو بيلحم، المفروض انه شايف عمليه اللحام وبيظبط السرعه حسب الحاجه، يا اما بيزود السرعه او بينقصها، لانه المفروض انه بيدي عمليه هيتنج وده مرتبطه بالايه بالسرعه. لو السرعه كبيره بيبقى كميه المعدن اللي بنصهر لوحده المسافات اقل، لو السرعه بطيئه يبقى كميه المعدن اللي بينصهر لوحده المسافات اللي بيمشيها اكبر. فعلى حسب ما هو شايف والحاجه بيقدر يظبط السرعه المناسبه. طبعا العمليه دي هتعتمد على السايز اوف بيد، معدن اللحام نفسه بقى قد ايه، زي ما قلت منطقه اللحام بقى منطقه اللحام كبيره ولا صغيره، شكل التموجات بتاعه اللحام، وتغلغل تالت حاجه تغلغل المعدن المنصهر في الجزئين المراد ايه لحامه. طيب الحركه بقى عمليه المانيبيوليشن، يبقى عمليه المانيبيوليشن بتبقى ضروريه علشان نجيب الديزايرد ريزلتس، ولازم نتحكم في البادل في الفيرتيكال والهوريزونتال والاوفر هيد ويلز. البادل هنا بركه اللحام، المنطقه اللي فيها المعدن منصهر، اللي هم جزئين من البيسز اللي انصهروا من المراد لحامهم، زائد الفيلر ميتال، دول بيتخلطوا مع بعض، والجزء المنصهر ده بيسموه الايه البادل، اللي هي بركه اللحام. تمام، والمفروض ان هي نملى الجوينت زي ما احنا عايزين، ما يبقاش فيه نقص. تمام، عشان الوصله ما تبقاش ضعيفه، وطبعا الابيرنس يبقى زي ما احنا عايزين. لكن بعض العيوب اللي بتحدث من الامبروبر مانيبيوليشن او الحركه الغير سليمه، هو اول حاجه ان ريديوس ديبث فيوجن، يبقى انا العمق الانصهار ناقص، او اندر كات برضو، يبقى كاننا عامل جاب كده بين الايه بين التو
بارس اللي انا عايز الحمه، او يبقى فيه بروزتي، فيه مسميه في منطقه اللحام، او يبقى فيه سلاج انكلوجنز، في شوائب من مساعد اللحام، شوائب موجوده في الايه، في الولد ميتال، بعد ما تجمد هجد فيه ايه انكلوجنز طبعا. او الخامس ان نسيسري وير عن على الجوينتس، على الفينجر او الورست، يعني اوسخ او الحاجه على الايه على الجوينتس، فبتعمل عزل وبالتالي بتبقى فاصل، ويبقى المنطقه دي مش ايه مفيش فيها ويلدمنت. طبعا دي كلها الخمس اشياء دي هتاثر بالسلب على السترينث بتاعه الايه الجوينت. اخر سلايد هنا، في اخر السلايد احنا لازم متذكرين ان احنا يبقى فيه عملية الحركة تبقى سليمة، وبعدين نختار الباترن. احنا كنا قلنا شفنا الدوائر والمثلثات اللي هتدينا، الدوائر او المثلثات اللي هتدينا نشوف شكل الحركة اللي هتدينا افضل لحام ممكن. وبكده يبقى احنا خلصنا المحاضرة الأولانية، وبعدين أبقى نشتغل في المحاضرة الثانية.